بنجدد الترحيب بحضراتكم ومتابعتنا اليومية لأحوال الطقس زي ما عودناكم. طبعا تغير مقلق في أحوال الطقس، الناس بدأت تطلع اللبس الصيفي وتشيل الجواكت واللبس الشتوي، الشمس كمان طالعة والجو حر، وكتير مننا فاكرين انه خلاص الشتاء خلص على كده. الكلام ده حقيقي ولا لأ؟ وهل هنشوف انخفاض جديد في درجات الحرارة اليومين الجايين ولا لأ؟ تفاصيل كتير هتكشفها لنا دكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية. دكتورة إيمان أهلا بيكي، صباح الخير. خير دكتورة نسرين، وأهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة متابعي اليوم السابع. أهلا بحضرتك، قولي لنا الجو عامل إيه النهاردة؟ احنا طبعا كلنا حاسين او لاحظنا امس وجوه الامس كان في ارتفاع في درجات الحراره، كان في موجه حاره ذروتها امس وصلت ل 34 درجه مئويه على القاهره العظمى، لكن النهارده ان شاء الله طبعا المنخفض الجوي كان مؤثر علينا اتلشى تماما وبدا ياثر علينا المرتفع الجوي، ده هيؤدي لانخفاض كبير في درجات الحراره بحوالي من 6 ل 8 درجات مئويه. النهارده المتوقع تصل درجه الحراره العظمى على القاهره 26 درجه بعد ان سجلت امس 34، يعني انخفاض حوالي 8 درجات مئويه. طبعا 26 درجه زي الطقس دافئ اثناء ساعات النهار مع سطوع اشعه الشمس، لكن بيكون بارد في ساعات الليل المتاخره اللي بتوصل فيها درجه الحراره الصغرى ما بين 14 و15 درجه مئويه. الايام القادمه ان شاء الله بدايه من غدا هترتفع درجه الحراره مره اخرى وتصل الى 23 درجه العظمى بالنسبه للقاهره، والصغرى تتراوح ما بين 12 و11 درجه، يعني المعدلات الطبيعيه اللي احنا معتادين عليها خلال هذا التوقيت. احنا طبعا لسه في فصل الشتاء، فطبعا احنا بنأكد على عدم تخفيف الملابس، في بعض الناس فعلا بدأوا يخففوا الملابس، احنا مستمرين في فصل الشتاء، مستمرين في الملابس الشتوية حتى بداية فصل الربيع ان شاء الله في 21 مارس القادم بإذن الله. طيب دكتورة إيمان، يعني موجة الارتفاع في درجات الحرارة دي حضرتك قلتي هتنكسر غدا ونرجع مرة ثانية لانخفاض درجات الحرارة الطبيعي بتاعنا، طيب هل متوقع انها تتكرر هذه الموجة في الفترة القادمة؟ طبعا احنا خلاص في نهاية فصل الشتاء وحتى اعتاد بداية فصل الربيع، الفترة دي بتكون فترة متقلبة ما بين ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة، وطبعا تكرر موجة ارتفاع درجات الحرارة ممكن تصل اكثر من ذلك، اكثر من 34 درجة، لان احنا داخلين على بداية فصل الربيع، فصل الربيع معروف ان هو بتبدا ترتفع فيه درجات الحرارة، وطبعا اعلى درجات حرارة بتسجلها البلاد بتكون في فصل الربيع وليس فصل الشتاء، لكن ارتفاع الحرارة في الربيع بتكون نسبة الرطوبة منخفضة، فما نشعرش بالحر بصورة كبيرة في فصل الصيف. طبعا في واحد ان تتكرر الموجات الحارة في الفترة القادمة ان شاء الله. ان شاء الله، طيب هل ممكن نشوف كمان امطار برغم الحر اللي احنا بنحسه ده؟ هو طبعا النهارده وبكره متوقع سقوط امطار خفيفه على بعض مناطق من الساحل الشماليه، النهارده متوقع على السواحل الغربيه مطروح اسكندريه السلوم امطار خفيفه، بكره ان شاء الله تمتد الامطار وتصل الى دمياط وبورسعيد والعريش ورفح، لكنها كلها امطار خفيفه غير مؤثره تماما. بالنسبه للقاهره يعني النهارده ومده 3 ايام قادمه وما فيش اي فرص سقوط امطار ان شاء الله. طيب بالنسبه للاتربه، هل في مخاوف من عواصف ترابيه الفتره الجايه، خصوصا ان مع يعني الويك اند او كل خميس الناس بتحاول انها تسافر في الاجازه، فالطرق ساعات بتضايقهم لو في اتربه، واحيانا بيكون في عندنا نقدر نقول قطع من الاشجار الموجوده على الطريق بتضايقهم وهم ماشيين، هل هيحصل ده؟ هو طبعا امبارح واول امبارح شاهدنا نشاط رياح كان مثير للرمال والاتربه على بعض المناطق والطرق الصحراويه والطرق السريعه، وانخفضت الرؤيه فعلا لحوالي 2000 متر، لكن بدايه من النهارده وعلى مدار يعني الاسبوع القادم مفيش اي مجال لتكون الاتربه مره اخرى، الرياح هتكون معتدله على معظم المناطق، بتنشط على منطقه جنوب سيناء وشمال الصعيد فقط، لكن النشاط عادي لا ليس مصحوب بالاتربه، وطبعا يعني احنا اي ما بيكون في اي ظواهر جويه او في طبعا تغيرات في الخرائط الجويه او الظواهر الجويه احنا بنعلن ذلك مع حضراتكم فورا طبعا لكل طمانينه كل الساده المواطنين. طيب اخيرا الشبوره هل هتعود مره ثانيه بكثافه؟ ناس كتير بتسال الحقيقه. شبوره طبعا احنا شاهدناها النهارده في الصباح الباكر شبوره مائيه خفيفه، طبعا ممكن هيستمر معانا في الايام القادمه، لكنها شبوره خفيفه غير مؤثره على حركه السفر والمرور على الطرق ان شاء الله. ان شاء الله. دكتوره ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالارصاد الجويه، بشكرك لوجودك معانا. العافيه يا فندم، شكرا لحضرتك. انتهت تغطيتنا، شكرا متابعينا على طيب المتابعه، واستنونا في كل جديد من تلفزيون اليوم السابع، والى اللقاء.